ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الله المستعان. هنا طيب أنا سأقول الحديث، أنا شرحنا أحاديث ثلاثة والله في هذا الحديث، نمر عليها مرور الكرام لأنها شرحناها. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد جعفر، حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت عياض الأشعري. الحمد لله، الحمد لله، رضي الله عنكم. قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبي سفيان، وابن حسنة، وخالد بن الوليد، وعياض، وليس عياض هذا بالذي حدث سماكا. قال: وقال عمر: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت، واستمددناه فكتب إلينا. أدراك أني سأحصل الله عليكم ورحمة. فكتب لنا أنه قد جاءني كتابكم تستمدوني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا، الله عز وجل، فاستنصروا. الله عز وجل فاستنصروا. فإن محمدا قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال: فقاتلوهم فقتلناهم فهزمناهم، وقتلناهم أربع فراسخ. قال: وأصبنا أموالا فتشاوروا. فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل رأس عشرة. قال: وقال أبو عبيدة: من يراهني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان، وهو خلفه على فرس عربي. في السباق يعني. أقول إخوتي الكرام، هنا يقول شهد اليرموك، واليرموك كانت ملحمة عظيمة بين أهل الإسلام وبين الروم، وكانت الغلبة بفضل من ربنا ونعمة لأهل الإسلام، ولله الحمد والمنة. وكان عليهم أربعة: أبو عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وأبو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلت، كانت هزيمة للروم وكسر للروم، وكانت هزيمة منكرة. والأصل في المسألة العظيمة هنا، أولا شكر الله جل في علاه لعباده المؤمنين، وأن الله نصرهم على أعظم دولة وأعظم دولة في الأمم، أو أمة في الأمم، الدولة الرومية. فنصرهم الله عليهم، وفتح لهم أبوابهم، وأعطاهم أموالهم وسبيهم ونساءهم وذراريهم. وهذا لأنهم مكنوا لدين الله جل في علاه. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. المسألة الثانية أنهم استمدوا من عمر بن الخطاب، طلبوا المدد، فقال لهم: أنتم بعثتم إلي، جاءني كتابكم تستمدوني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا، الله عز وجل، يعني استعينوا بربكم ولا تعجزوا. ولذلك الله تعالى قال: إن ينصركم الله فالغالب لكم، ويخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جعلك الله شامخا دائما رفيعا رفيع القدر، حفظك ربي. فأقول إخوتي الكرام، فأحال قلوبهم إلى عظيم التوكل على الله جل في علاه. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بخمسة آلاف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى اطمأن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين. اللهم امين. فهنا اشوف عظيم التوكل على الله جل وعلا. قال: فان جاءكم كتابي فقاتلوهم ولا تراجعوني. لا تراجعوني، ما فيش شيء اسمه مدد. المدد هنا استمدوه من ربكم. ونحن نقاتل القوم لا نقاتلهم بعده ولا بعتاد، نقاتلهم بايمان وكفر. نحن لا نقاتل بعده ولا بعتاد، نقاتلهم بايمان وكفر.
ولذلك نصرهم الله عليهم. وهذا الخبر إسناده حسن، سماك بن حرب برجال مسلم، لكن سماك يضطرب فيه عكرمة وفيه شيء من الضعف يتلقن. وعرضها ابن عمرو الأشعري اختلفوا في صحبته. وباقي رجال الثقات، رجال وثقات رجال الشيخين، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن حبان من طريق محمد بن جعفر بذلك. وقال مصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن بكر أخبارنا عيينة عن علي بن يزيد قال: قدمت المدينة فدخلت على سالم ابن عبد الله وعلي جبة. اغلق الهاتف ده، المكيف ده شيخ، اغلق المكيف ده شيخ. عن علي بن زيد قال: قدمت المدينة فدخلت على سالم ابن عبد الله وعلي جبة أو جبة خز، فقال لي سالم: ما تصنع بهذه الثياب؟ قال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. الحرير حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الثياب من لا خلاق له، يلبسه من لا خلاق له. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها. ولذلك قال النبي: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. ولذلك أيضا النبي قال له عمر بن الخطاب: لو اشتريت بزا من اليهودي جعلته للجمع وللوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ثياب من لا خلاق له في الآخرة، هذه ثياب من لا خلاق له في الآخرة. فالحرير محرم، ولكنه استثنى منه كما قال عمر بن الخطاب: إلا شبرا أو شبرين أو ثلاثة أو أربعة، أربع أصابع، إلا إصبعا أو إصبعين أو ثلاثا أو أربعا. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص أيضا للزبير ولعبد الرحمن بن عوف في الحرير للحكة، في الحرير للحكة. الفوائد المستنبطة: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، لبس الحرير للنساء لا للرجال. جواز المسابقة تقوية للبدن. عليكم السلام ورحمة. كيف حالك؟ أحسن الله عليكم. أهل الإسلام ينتصرون، يقاتلون القوم بإيمان وكفر، لا بعدة ولا بعتاد. هذا الموضوع شيء. الحمد لله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم. بقدر الهمم.